كنت قد نذرت لله ذبح إن ترقيت في عملي حسبا مني أنه سوف يدل علي مال، وترقيت الحمد لله، ولكن لم يأتي بمال. يعني كان يقول مثلا: يا رب، هو مدرس، يا رب إذا أصبحت موجه سأذبح. طلع الموجه مرتبه أقل من المدرس مثلا. أنت لم تقيد في النذر بأن المال زيادة أو نقصان، أنت قلت لو ترقيت في عملي وترقيت اذبح إن كنت مستطيعا.